الصورة اللي ممكن شفتو كدور في المواقع ديال التواصل الاجتماعي هذيك غير تسربات ليها هي من شي صاحبتها او لا ما عرفتش شكون، لكن ما عندها علاقه هي بالموضوع. انا خضات من الفيديو كليب واستعملوها بالفعل صافي، وهذيك ما اثرتش علينا حنا اصلا، لان بقينا غادي مستمرين في العمليه ديال الكليب حتى كملنا ان شاء الله، وكان داك الشيء داز كله كملنا عن جدار واستحقاق، وكان التصوير راكم ممكن راكم شفتوه، خذينا شي شويه الوقت، ولكن هذا الشيء ما كيهمش، اللي مهم هو النجاح ديال الاغنيه تكون ناجحه ان شاء الله والعمل يكون جبار.